قال الباحث والكاتب السوري محمد حسام زهراء انه توصل الى اكتشاف رسم اسم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تشكله البحار والجزر والشطآن مشكلا بالضمه والفتحه والشده. طبعا الباحث السوري اعتمد في اكتشافه على مجموعة من الصور والخرائط. هذه الصور والخرائط مشاهدينا والتي التقطت طبعا عبر الأقمار الاصطناعية جمعها الباحث هذه المعلومات في كتاب اسماه الاكتشاف الذي أذهل العالم. حتى الساعة طبعا لم تتناول وسائل الإعلام قط هذا الاكتشاف. تفاصيل هذا الاكتشاف مع مي مظلوم نتابع. وصل الباحث الشيخ محمد حسام زهراء الى اكتشاف استطاع ان يوثقه في حماية الملكية الفكرية، اكتشاف اذهل العديد من علماء الدين حين وجدوا ان اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام يتوسط القارات بشكل واضح للعيان على خارطة العالم. بدأ هذا الاكتشاف حين وقع تحت يدي الباحث مصور من الأقمار الصناعية لخارطة العالم وهو ينغمس في ليل عميق، بينما بقيت أنوار اليابسة ليظهر في الوسط بحر معتم ارتسم في وسطه شيء مدور. لفت نظري تراجع الشواطئ الليبية، ولفت نظري تراجع بالمقابل الشواطئ الإيطالية واليونانية، فألهمني الله عز وجل أن أرسم بقلمي هذه الشواطئ. بعد انتهائي من الرسم نظرت إليه من بعد فوجدت أني رسمت اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ويظهر حسب الباحث اسم الرسول الكريم وقد شكلته بحار وجزر اجتمعت لتظهر هذا الاسم بخط عربي واضح، حيث نجد الميم الأولى يشكلها البحر الأسود بشكل متطاول كما في الخط الديواني، بينما تشارك جزيرة قبرص في تجسيم الحاء، وتشق جزر البليار غرب البحر المتوسط حتى تظهر دال الهلالية. أمر عجيب أيضا وجدت أنه مع الشدة والفتحة والضمة نجد بحر عظيم هو بحر البلطيق يشكل بتعرجات شواطئه ما يشبه الشدة فوق الميم الثاني لاسم محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه يخرج خليج فنلندا بشكل متطاول بهذا الشكل يشكل الفتحة فوق الحاء. وليس غريبا أن يتم اليوم اكتشاف سطر منذ ملايين السنين. الله عز وجل بكتابه العزيز يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. مي مظلوم، NBC دمشق.